بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف الثامن. سنواصل خلال هذه الحصة شرح درس تحرير الصور الجزء الثالث، الذي يندرج ضمن الوحدة الأولى صناعة الأفلام. أهداف الدرس: في هذه الحصة سنقوم بتطبيق بعض المرشحات المختلفة على الصور باستخدام برنامج GIMP. يمكنكم الاستعانة بالكتاب المدرسي الصفحة 68. لنتعرف الآن على بعض المصطلحات الجديدة التي سنستخدمها لاحقاً. المصطلح الأول: المرشحات filters. المصطلح الثاني: الحدود borders. المصطلح الثالث: تزيين decor. أعزائي الطلاب، نبدأ حصتنا بمراجعة ما تعلمناه خلال الحصة السابقة، حيث تعرفنا في جزء أول على كيفية التحكم بإضاءة الصورة باستخدام برنامج GIMP، لا سيما عندما نقوم بالتقاط صور مظلمة جدا أو ساطعة جدا كهذه الصورة الأصلية، فيكون تعديلها من خلال خاصية ضبط التعرض للضوء أو Exposure للحصول على الصورة التالية بعد التعديل. وفي جزء ثان تعلمنا مهارة تصحيح مشاكل عدسة الكاميرا لإزالة التشويه الحاصل على الصورة بأكملها وحوافها من خلال تطبيق مرشحات Lens Distortion في برنامج GIMP، الذي يمكننا من تصحيح مشاكل العدسة في الصورة الأصلية التالية الملتقطة بجهاز الكاميرا والحصول على هذه الصورة بعد التعديل. وفي الجزء الأخير من الحصة الماضية تعرفنا على صندوق الأدوات الخاص ببرنامج GIMP، وقمنا بتطبيق أداة التدوير Rotate Tool التالية التي تمكننا من تدوير الصورة كالتالي. هذا بالإضافة إلى أداة الاقتصاص Crop Tool التالية التي تمكننا من تحديد جزء من الصورة مثل هذا الجزء الموجود داخل المستطيل الأصفر والقيام باقتصاصه. أما بالنسبة لحصتنا اليوم عزيزي الطالب، فسوف نطبق بعض المهارات الجديدة في برنامج GIMP. سنحاول اكتشافها من خلال مقارنة الصورة الأولى الموجودة على يمين الشاشة والصورة الثانية الموجودة على يسارها. أحسنتم، ممتازون. إذا تمت إضافة إطار أو برواز باللون الأحمر يحيط بالصورة الثانية. السؤال الآن أبنائي الطلاب، هل بإمكاننا إضافة إطار أو حدود ملونة على الصور باستخدام برنامج GIMP؟ بالطبع نعم، إذ يسمح لنا برنامج GIMP بتطبيق بعض المرشحات المختلفة على الصور لجعلها أكثر جاذبية على غرار إضافة برواز أو حد على الصورة أو تطبيق تدرج للألوان. هذا بالإضافة إلى تطبيق بعض التأثيرات الزخرفية الأخرى. نعرض الآن أبناء الطلاب بعض المرشحات التي يمكن تطبيقها في برنامج GIMP. فمثلا تمكننا هذه المرشحات من تحويل صورة حديثة كهذه إلى صورة قديمة مثل هذه، أو إلى صورة منسوخة بآلة نسخ، أو بإضافة حدود ملونة عليها كما توضح الصورة التالية. كما تسمح لنا بعض المرشحات الأخرى بتدوير زوايا الصورة كالتالي، أو حتى بإظهار الصورة كعمل فني من خلال تحويلها إلى لوحة زيتية. والآن
هيا بنا أبنائي نتعرف على خطوات تطبيق مرشح إضافة حدود للصورة في برنامج GIMP. الخطوة الأولى، نضغط على قائمة Filters. الخطوة الثانية، من القائمة المنسدلة نضغط على تزيين Decor. الخطوة الثالثة، نضغط على خيار Add Border. الخطوة الرابعة، ستظهر لنا على الشاشة نافذة Add Border التالية. سنقوم داخل هذه النافذة باختيار لون وحجم خط الحدود. الخطوة الخامسة والأخيرة، نضغط على الزر OK. ننتقل الآن للتطبيق العملي لهذا المرشح وبعض المرشحات الأخرى في برنامج GIMP. لتطبيق مرشح إضافة حدود أو برواز على الصورة، نقوم بمجموعة من الخطوات. أولا، نضغط على قائمة Filters. ثانيا، نختار Decor. ثالثا، نضغط على خيار إضافة حد Add Border. ستظهر لنا على الشاشة النافذة التالية. من خلال هذه النافذة يمكنني تغيير حجم ولون خط الحدود. مثلا سأختار الحجم 15 بالنسبة لخط الطول X وخط العرض Y. ثم سأقوم باختيار اللون المناسب من خلال شريط الألوان التالي. مثلا سأختار اللون الأحمر. لتطبيق هذا اللون، نضغط على زر OK. أخيرا، نضغط على زر OK لتطبيق هذا المرشح. لاحظوا معي جيدا الشكل النهائي للصورة بعد تطبيق مرشح إضافة حدود على الصورة. كما يسمح لنا برنامج GIMP بتطبيق مجموعة من المرشحات الأخرى التي تجعل من الصورة أكثر جاذبية، سنكتشف بعضا منها تباعا. نبدأ بتطبيق مرشح الصور القديمة الذي يقوم بتحويل صورتك إلى صورة قديمة من خلال قائمة Filters، ثم نختار Decor، ثم خيار Old Photo، ويعني صورة قديمة. يمكننا تغيير بعض الخصائص على الشكل النهائي للصورة من خلال هذه النافذة، أو نكتفي بالضغط على الزر OK للحصول على الصورة القديمة. كذلك يمكننا تطبيق مرشح آخر، وهو مرشح الزوايا المستديرة، بالضغط على نفس القائمة Filters، ثم تزيين Decor، ثم خيار Round Corners، وهو ما يعني الزوايا المستديرة. يمكننا تعديل درجة تدوير الزوايا، ثم الضغط على الزر OK للحصول على صورة ذات زوايا مستديرة. لاحظوا جيدا الشكل النهائي للصورة. كذلك هناك مجموعة أخرى من المرشحات موجودة في نفس القائمة Filters، ولكن نختار هذه المرة فني أو Artistic. من بين هذه المرشحات نجد مرشح كرتون، وهو يقوم بتحويل صورتك إلى صورة كرتونية، ومرشح كيوبيزم، وهو يسمح بتحويل صورتك إلى صورة تعتمد على أسلوب الرسم التكعيبي، ومرشح جلاس ستايل، وهو يحاكي التشويه الحاصل على الصورة المنعكسة من مربعات الزجاج، مرشح أويليفاي،
وهو يقوم بتحويل صورتك إلى رسمة زيتية، ومرشح فوتوكوبي الذي يقوم بتحويل صورتك إلى صورة منسوخة بآلة نسخ. سنقوم بتجربة هذا الأخير. لاحظوا جيدا كيف تحولت الصورة إلى صورة منسوخة بآلة نسخ. يمكننا إدخال بعض التغييرات على خصائص الصورة كنسبة اللون الأسود في الصورة أو بعض التعديلات الأخرى، ثم الضغط على الزر OK للحصول على الصورة بالشكل النهائي. عزيزي الطالب، في نهاية هذه الحصة سنقوم معا ببعض التدريبات للتأكد من استيعابك أهداف درسنا اليوم. نبدأ بالتدريب الأول التالي، وهو على شكل لعبة تلخص لنا الخطوات العملية لتطبيق مرشح إضافة حدود للصورة. إذا نبدأ اللعبة بالضغط على زر Play. في البداية قمنا بفتح الصورة التالية في تطبيق جيمب من قائمة فايل ثم الأمر Open. المطلوب منك طالب المتميز هو القيام باتباع الخطوات المعروضة لتطبيق مرشح إضافة إطار باللون الأصفر للصورة التالية. الخطوة الأولى، قم عزيزي الطالب بالضغط على قائمة Filters. أحسنت، ممتاز. لنطبق هذه الخطوة معا. الخطوة الثانية، اختر ديكور وتعني تزيين وقم بالضغط عليها. شكرا، بارك الله فيك. الخطوة الثالثة، اضغط على خيار إضافة حد Add Border. جيد، نتابع الحل سويا. الخطوة الرابعة، اضغط عزيزي الطالب على اللون المناسب لاختيار لون الحد. أحسنت. لاحظوا أعزائي أنه بإمكانكم اختيار اللون من شريط الألوان الموجود بالنافذة التالية. نمر للخطوة الخامسة، اضغط على الزر OK في نافذة اختيار اللون. ممتاز. أخيرا اضغط على الزر OK لتطبيق هذا المرشح. أحسنت، لقد قمت بإضافة إطار باللون الأصفر على الصورة الأصلية كما يبينه الشكل النهائي للصورة. بارك الله فيك عزيزي الطالب، لقد قمت بجميع الخطوات الخاصة بتطبيق مرشح إضافة حدود للصورة بنجاح. ننتقل إلى التدريب الثاني. قمنا خلال هذه الحصة بتطبيق بعض المرشحات باستخدام برنامج GIMP. استنادا على ما تعلمت، ضع كل صورة في المكان المناسب حسب المرشح الذي تم تطبيقه عليها. نبدأ بالصورة الأولى. ما هو المرشح الذي تم تطبيقه على هذه الصورة؟ أحسنت، مرشح إضافة حدود للصورة. بالنسبة للصورة الثانية، ما هو المرشح الذي استخدمناه أعزائي الطلاب حسب رأيكم؟ ممتاز، إنه مرشح الزوايا المستديرة. نمر إلى الصورة الثالثة. ما هو المرشح الذي طبقناه على هذه الصورة؟ شكرا، إجابة صحيحة، إنه مرشح الصورة القديمة. وأخيرا،
أي نوع من المرشحات استخدمنا في الصورة الآتية؟ ممتاز، إنه مرشح الصورة المنسوخة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.